اليوم حلقة ما فيها هاتف ولا سماعات ولا لابتوب ولا ماسك ولا شيء. اليوم حلقة كلها أخبار. خلينا نشوف مع بعض. مرحبا وحلقة جديدة من مستر تيك، ومعكم إيهاب سالم. واليوم حلقة جديدة عن سنة جديدة، حلقة خاصة عن أهم الأخبار اللي إلها علاقة بالشركات الكبرى للهواتف بشكل خاص والتكنولوجيا بشكل عام. خبرنا الأول بيقول تطبيق الواتساب خلال أيام أو هلأ بلش إذا بدكم 2021 توقف عن العمل بملايين الهواتف. هذا الشيء قالته صحيفة الصن البريطانية. قال المصدر الصن أنه يجب على الأشخاص اللي عندهم هواتف ذكية قديمة أنه يتخلصوا أو يشوفوا لهم قصة يعملوها أو يشتروا تليفونات جديدة، لأنه الواتساب حيتوقف عن الأجهزة تبعيتهم. من أهم الأجهزة اللي حتوقف فيها التطبيق، أول شيء حنحكي عن الآيفون الشركة الكبيرة. نظام الاي او اس 9 وأقل الواتساب ما حيكون ماشي. اعملوا حسابكم، يبكوا تجددوا أو ممكن يكون وقف. إحنا عم نحكي هون دلاتي مرحبا، عم نحكي هون عن الآيفون 4 ممكن يكون بعده أو صح أو الفايف ماكسيموم، بس لا الفور واتساب وقف. أما بخصوص جماعة الأندرويد واللي بيستعملوا أندرويد، فعم نحكي عن نظام التشغيل المطلوب اللي هو الـ 4.3 أو أقل. هيدا الشيء ما حيكون عم يمشي فيه الواتساب. كيف نعرف؟ اللي معه أبل فون بدي يروح على السيتنج جنرال أباوت وشوف ساعتها أي سيستم ماشي. أما اللي عندهم هواتف أندرويد حتكونوا تشوفوا المعلومات تتعرفوا أي أندرويد أو أي سيستم ماشي، سيتنجز about this phone، وعن طريقه بتعرفوا إذا الواتساب حيكون ماشي عندكم بال 2021 أو لا. خبرنا الثاني طويل شوي وبيحكي عن 10 تطبيقات حققت نجاح كبير بال 2020 رغم كورونا. يعني لبعض الأشخاص كانوا بيقولوا شو المثل بيقول عند سيئات عند بعض شو؟ مصائب قوم عند قوم فوائد. التطبيق رقم 10 واللي أخذ بالتوب 10 عم نحكي عن ديزني بلس، المنافس الأبرز للنتفليكس واللي جمعت منصة ديزني بلس أكثر من 86 مليون مشترك من أول ما انطلق بنوفمبر 2019، رقم وصلوا ليكون بالمركز العاشر. بالمركز التاسع في عنا اليوتيوب، و وصل إجمالي عدد مستخدمين منصة اليوتيوب خلال عام 2020 لمليارين مستخدم شهرياً. ومش بس مستخدم، مستخدم بيفوت بيحضر، يعني مشاهدة، كان عنا مشاهدة أشخاص يومياً أكثر من مليار ساعة من الفيديو. أكثر من 70% من وقت المشاهدة باليوتيوب كانت عبر التليفونات. أحد هول الأشخاص كنت أنا. بالمركز الثامن عنا تطبيق الجوجل كلاس روم واللي كان عنده أكثر من 100 مليون عملية تنزيل داونلود في من متجر جوجل بلاي، لأنه المدارس سكرت فالعائلات كلها لجأوا له لأنه المدارس كانت مسكرة خلال كوفيد، وهذا الشيء اللي خلاه وصل للمركز الثامن. نوصل للمركز السابع مع تطبيق جوجل ميت. عام 2020 كان من دون شك هو عامل اتصال عبر الفيديو. تجاوز هيدا التطبيق 100 مليون عملية تنزيل بمتجر جوجل بلاي بس، ونمت شعبيته أكتر بعد ما أتاحت شركة جوجل أنه ينزلوه ببلاش يوم 29. اتجهت إله بعض المؤسسات وبعض الأشخاص من بعد ظهور مشاكل كانت كتير كبيرة خاصة أمنية من قبل تطبيق زوم. بالمركز السادس معنا تطبيق تيمز من مايكروسوفت. بأكتوبر 2020 أعلنت شركة مايكروسوفت أنه التطبيق تيمز كان عنده 115 مليون مستخدم نشيط كل يوم. زادت عدد المؤسسات اللي استخدمته بال2017 من 50,000 إلى 500,000 بال2020. بالمركز الخامس التطبيق المشهور والمعروف للكل النتفليكس اللي امتلك أكثر من 195 مليون مشترك. 195 كان بكل العالم، وصل المعدل تنزيل نتفليكس بيومين 5 و6 ديسمبر الماضي لرقم 3.6 مليون تثبيت بس بهدول اليومين.
بالمركز الرابع عندنا انستغرام، واللي تخطى عدد مستخدمي انستغرام 1 مليار مستخدم شخصيا. انا كنت احدى هدول الاشخاص، عم نحكي 1 مليار بالشهر، وتعدى عدد مستخدمي الستوري القصص تبعون الانستغرام 500 مليون مستخدم يوميا. وبنوصل للتوب 3، واللي كان بمركز الاول من سنه صار بمركز الثالث، وهنا عم نحكي عن الواتساب. وصل عدد مستخدمينه إلى أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم خلال شهر فبراير 2020. وصلت عدد الرسائل اللي مرسلة عبر الواتساب إلى 100 مليار رسالة يومياً بنهاية شهر أكتوبر 2020. بالمركز الثاني معنا تيك توك، اللي تم تنزيله أكثر من 2 مليار مرة من متجر جوجل والأب ستور على مستوى العالم. ومن المتوقع أنه يوصل المتوسط عدد المستخدمين بتيك توك بعام 2021 إلى 1.2 مليار مستخدم. كان عنده كتير مشاكل تيك توك ومشاكل عالمية، بس مع هيدا كله هو بالمركز الثاني. وبالمركز الأول بعد إذا عرفتوا أغلبيتكم مين حيكون بالمركز الأول، هذا التطبيق اللي إحنا عم نحكي عنه. كانت الشركات قبل عملت له اشتراك، كانوا يدفعوا $14 يمكن أو $15 تقريبا، وكان بيكلف أشخاص لازم يكون عندك شركة تتنزله. هون عم نحكي عن زوم، خدمة الاتصال اللي كان كل العالم عم تستعملها خلال 2020، working from home. هذا اللي وصل الزوم ليكون بالمركز الأول. من 10 ملايين مستخدم يوميا بشهر ديسمبر 2019 وصل لأكثر من 300 مليون مستخدم يوميا. وبنخلص التوب 10 وبنوصل على أخبار على السريع. وأول خبر بيقول السنة الجاية شاومي حتعلن عن الـ MIUI 12.5. أعلنت شاومي الصينية عن إصدار الأحدث اللي وجهته، واللي هيكون بكتير من الديفايسز أو التليفونات اللي حنستعملها، الـ MIUI 12.5، واللي بيجي الإصدار الجديد تبعهم أبديت إذا بدكم عن الـ MIUI 12 اللي كنا عم نستعمله بكتير من أجهزة وشفناه كتير بحلقات لمستر تيك، وفيها تحسينات كتير عم بيقولوا، والمعالج حيكون كتير محسن والتطبيقات كمان أعلنته. هيدا حيصير هلأ ب 2021. خلينا نشوف شو مخبيت لنا شاومي. الخبر اللي بعده بيحكي عن تسريب مواصفات الجالكسي S21. مش عم نلحق عليكم يا سامسونج، من المفترض انه تكشف سامسونج أو تكون كشفت بخلال هذه الحلقة رسمياً عن الجالكسي S21. ناطرين سامسونج، يعني سامسونج كل يومين بيطلعوا إصدار جديد وتليفون جديد ومعالج جديد ونماذج جديدة من التليفونات والديفايسز تبعهم. خلينا نشوف شو عندهم. خبر بيقول أوبو أعلنت عن الرينو 5 برو، وحيكون هو من أحدث الأجهزة اللي عندها إياها، واللي بيجي من النوع الشاشة تبعيته من نوع الأمولود بقياس 6.55 وبدقة 1080 ب 2400 بيكسل مع نسبة العرض والارتفاع 20:9، وبيقولوا إنه حيكون 90 هرتز. خلينا ننطر الرينو 5 شو حيعمل بالسوق. أعلنت هواوي عن إصدار هاتف النوفو 8 والنوفو 8 برو، وحيكون حينزل على السوق. ما بعرف حيكون بالسوق الإماراتي ولا لا، بس حيكون بمعدل تحديث بيقولوا 120 هرتز، والمعالج اللي حيكون كرن 985، حيكون فيها كاميرا رباعية بدقة 64 ميجا بيكسل، والشحن تبعه 66 واط. هواوي مش عم ييأسوا. هذه كانت أخبار على السريع مع مستر تيك. أول مرة بيكون عنا بالحلقة أخبار، إن شاء الله تكون عجبتكم وتكون جاوبنا الأسئلة اللي كتير عم ننسألها. سنة 2021 حيكون فيها كتير تغيرات، وحتوقع أنه يكون في كتير أجهزة لأول مرة بنشوفها. حنشوف الفولد كتير، حنشوف حروب إذا بدكم نستعمل الكلمة بأقوى بطارية والأكبر والأسرع، ومش حتوقف، وشركات جديدة حتكون نازلة. تنعرف آخر الأخبار بدنا نحضر مستر تيك. سلام.